أمور افعلها بعد الكبائر لضمان مغفرة الذنوب إن شاء الله. أخي الحبيب، كل واحد منا لابد أنه يمر بمعصية أحيانا بكبيرة دون أن ينتبه. أكل الربا من أكبر الكبائر، أكل الربا الذي استخف فيه الناس اليوم هو من أكبر الكبائر. شهادة الزور من أكبر الكبائر أيها الأحبة، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. اليوم كثير من الشباب يعق أبويه وهو لا يدري، هذه من أكبر الكبائر. ترك الصلاة من أكبر الكبائر، لذلك كثير منا يتعرض لمثل هذه المعاصي، لمثل هذه الكبائر. أنا أحببت اليوم أن أقدم هذه النصائح الستة من القرآن الكريم لضمان أن يغفر الله لك الذنب. احفظ معي هذه الآية الكريمة أيها الأحبة. الله عز وجل في سورة آل عمران يخبرنا عن مجموعة من الناس سيدخلون جنة عرضها السماوات والأرض. نحن اليوم نتقاتل على 100 متر مربع في دنيا فانية، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ هذا المتقي أحيانا يفعل الفاحشة. على فكرة الفاحشة وظلم النفس يمكن لكل إنسان أن يرتكب ذلك، لأن الشيطان يغوي، أغوى سيدنا آدم. الشيطان مهمته إغواء البشر، ولكن المهم أن تتوب إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول لك هناك نوع من الناس سيدخل هذه الجنات التي عرضها السماوات والأرض. ما هي صفات هؤلاء الناس؟ انظر معي أخي الحبيب، إحدى الصفات أنه إذا فعل فاحشة ما هي نتيجة الفاحشة؟ هل يغوص في أعماق الفاحشة وينسى الله؟ هل يكرر الذنب ولا يأبه لغضب الله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله، رقم واحد. إذن أخي الحبيب، أنا أذكرك الآن، أي معصية تقوم بها فورا أذكر الله، فورا قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل أستغفر الله، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا من أعلى أنواع الذكر. قل مثلا رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ذكر، ذكر الله. يعني أول شيء وأهم شيء أن تعلم أن الله يراك. فإذا ما ارتكبت هذه المعصية أو هذه الفاحشة اذكر الله، اقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. اقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى. بل من أعلى أنواع الذكر هو القرآن كما تعلمون. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن أول أمر تفعله هو ذكر الله، إياك أن تغفل أو تنسى ذكر الله. لذلك الشيطان ماذا يعمل؟ عندما يطغيك ويقودك للمعصية ينسيك ذكر الله، يشغل دماغك بأشياء أخرى. نسوا الله فنسيهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. سبحان الله. إذا رقم واحد وأهم شيء ذكر الله. رقم اثنين الاستغفار، لأن الاستغفار أخي الحبيب عندما تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وهناك سيد الاستغفار الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحقيقة أيها الأحبة، الاستغفار له فوائد كثيرة، الرزق، كثرة الأولاد والبنين، دفع الهموم، السلطة والقوة بالاستغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ضروري أن تقول اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن هناك حديثا نبويا يؤكد أن من يقول هذه العبارة مهما أخطأ وتاب فإن الله سيتوب عليه. أن تعلم. إذن الأمر الثالث هو أمر يتعلق بالقلب، أن تعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أربعة، ولم يصروا على ما فعلوا. ضروري هذا الأمر، أن تنزع حب المعصية من قلبك، أن تجعل هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أن تجعل رغبتك هي الأوامر والنواهي. يعني أنا أتلذذ بقراءة القرآن، بالصلاة، المعصية أكرهها، يجب أن تصبح المعصية مكروهة بالنسبة لك. بالنسبة للشباب الذين ينظرون للمقاطع الإباحية، يجب أن تصل لمرحلة أن هذه المناظر يجب أن تصبح مقززة لك، تكرهها، تنفر منها. هذا هو الإيمان القوي أيها الأحبة. ولم يصروا على ما فعلوا. عدم الإصرار على المعصية هو أيضا مهم جدا بالنسبة للتوبة. إذن عد معي أخي الحبيب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين قال الله فيهم في الآية السابقة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية هنا تتحدث عن المتقين، لا تقل إذا ارتكبت معصية أو فاحشة لا تقل إنني هلكت، لا، أنت إن شاء الله من المتقين الذين أعد الله لهم هذه الجنات، ولكن بشرط أن تطبق ما جاء في هذه الآية. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن ذكروا الله، الاستغفار، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أن تدرك وتعلم وتستيقن أن الله قادر على أن يغفر ذنبك مهم جدا، لأن اليأس إذا تسرب إلى قلبك انتهيت يعني. ولم يصروا على ما فعلوا. أربعة، وهم يعلمون. العلم بهذا الشيء، أن تعلم أن الله عز وجل قادر أن يغفر لك ذنوبك، أن تعلم أن الله قادر أن يغفر لك ذنوبك. قبل ذلك هناك شيء مهم جدا في هذه الآية تمارسه في الحالة الطبيعية، يعني هذه الأمور تمارسها بعد الفاحشة، ونسأل الله أن يبعد عنا جميعا الفواحش، ولكن في حال وقعت الفاحشة طبق هذه الأمور، هذه الآية. قبل هذه الآية ماذا يقول الله تعالى؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أربعة أشياء هذه تطبقها في حياتك اليومية ليجنبك الله المعصية. الإنفاق، الذين ينفقون في السراء والضراء، مهما كان حالك ضيقا، مهما كنت في ضيق، أنفق ولو القليل. إذا لم يكن لك معك ما تنفق، تصدق بابتسامة على الآخرين، تصدق بكلمة طيبة. إذن أخي الحبيب، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، تتحمل وتصبر ابتغاء وجه الله.
لا يظهر حقدك أمام الناس. تخلص من حب الانتقام، تخلص من حب الشر للآخرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تعلم ثقافة العفو، اعفو عمن أساء لك ليعفو الله عنك، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأشياء الثلاثة تجعلك من المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن أخي الحبيب، خلاصة هذا اللقاء، هذه الأمور طبقها بشكل يومي لتجنب المعصية، وهي الصدقة والعفو عن الناس وكظم الغيظ، التخلص من الحقد، هذه ثلاثة أشياء، والإحسان للآخرين رقم أربعة. إذا ارتكبت معصية لا سمح الله لا قدر الله، ووجدت نفسك في معصية ما، عليك أن تذكر الله، ذكر الله، تستغفر الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. تدرك وتستيقن أنه لا يغفر الذنب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، أن تنزع حب الشهوات من قلبك، وهم يعلمون، أن تعلم أن الله قادر أن يغفر لك وأن يتوب عليك إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.